السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخامسة من التلفزيون المصري، نبدأها بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ. تفاصيل النشر، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير للاطلاع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع استعرض وزير النقل مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير والتعاون المتناوي مع شركة CMA الفرنسية. بعث المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو. وفي برقيته أكد رئيس مجلس النواب أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة. وتقدم المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأسمى آيات التهاني وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وأشار في برقيته إلى أن ثورة يوليو المجيدة ستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأول الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في مصر، وهو ما مثل نموذجا وإلهاما للكثير من شعوب دول العالم. كذلك بعث رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة. وعبر مدبولي عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. أضاف رئيس الوزراء أننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة نسأل المولى عز وجل أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهود الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرض مصر الغالية. كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. وفي برقيته للتهنئة قال وزير الداخلية إن 71 عاما مضت على ثورة سطر فيها الشعب المصري جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة أسمى معاني الوطنية والوفاء، حيث التف حول جيشه وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الأبي بمستقبل مشرق مفعم بالآمال والطموحات.
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة 23 من يوليو المجيدة. كما بعث برقية مماثلة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو. وزير الداخلية بعث كذلك ببرقية تهنئة إلى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى ثورة 3 يوليو المجيدة. وفي البرقية قال وزير الداخلية إن التاريخ يتذكر دوما ما سطره رجال قواتنا المسلحة الباسلة من فخر ومواقف وطنية إذ عبروا عن إرادة شعبهم بكل شجاعة وفداء. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة مماثلة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة التعاون الدولية الدكتورة رانيا المشاط في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، حيث ناقشا مستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع نتائج زيارتها للصين والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم حول مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2021 وتدعم الشراكة المصرية الصينية. كما تطرق الاجتماع إلى نتائج المباحثات التي تمت مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتعزيز التعاون المشترك، وكذلك توقيع 4 وثائق تعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي. هذا بالإضافة إلى نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية لمصر مؤخرا. أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن التوصل لاتفاق عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز مع الشركتين الفائزتين في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة. وأشار الملا إلى أن هذا الاتفاق يعد أحد النجاحات التي حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين، خاصة وأن الشركتين عالميتين ولديهما الخبرة والكفاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور. النهاردة في ختام منتدى مصر الثاني عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار المهمة، ويمكن احنا شرفنا بحضور الافتتاح مجموعة من الوزراء المشاركين في المنتدى. الحقيقة انه كان موجود معانا مجموعة كبيرة من رؤساء الشركات العالميين، الشركات التي تعمل بالتعدين، وكان من أهمها شركة باريك جولد، وكان كمان معانا شركة سانتا مين وغيرها من الشركات العالمية اللي الحقيقة تم الترسيع عليهم في هذه المزايدة. على مدار تقريبا سنتين من العمل المتواصل والجهد ما بين كل الأطراف المعنية في هذا الأمر من الشركات الشريكة معانا وهي شركة باريك جولد وشركة سانتا مين مع هيئة الثروة المعدنية مع الوزارة مع الخبراء من الأطراف، بدأنا نشتغل في هذه المفاوضات باهتمام وبتركيز شديد حتى يخرج اتفاق متوازن يحقق أهداف تعديل القانون ويحقق كمان أهداف رغبتنا في تنمية هذه الثروة التعدينية وتنمية قطاع التعدين بهدف الوصول للقيمة المضافة المنشودة. الحمد لله النهاردة نقدر نقول انه احنا بنهنئ زملائنا ونهنئ شركائنا شركات باريك جولد وشركة سانتا مين لتمكننا من الوصول الى انهاء التفاوض والوصول الحقيقة الى اتفاق على البنود التجارية والمالية والقانونية. هذه الاتفاقية سيتم بعد ذلك استصدارها من خلال الخوض في الإجراءات التشريعية اللازمة.
لازم أقول مبروك لأنه تعتبر يعني قيمة مضافة للاقتصاد القومي، يعني مرحلة جديدة في قطاع التعدين في مصر. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لنحو 5.2 شهر، موضحا أن حجم التوريد المحلي بلغ منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.8 مليون طن، بما يمثل 91% من حجم القمح المستهدف. تصريحات المصلحي جاءت على هامش مشاركته في الاجتماع 16 للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا، حيث أشار إلى تأثر مصر والدول الإفريقية جراء انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، ومؤكدا حرص مصر على تعدد مناشئ استيراد القمح. الحمد لله لسه برضو طالعين بالموسم، وعندنا 5.2 احتياطي، وعندنا اوريدي في التجربه بتاعت كورونا وبدايه الحرب، لو طب الحرب الروسيه لما عملت ما قفلت بقى كله، مش الخط ده بس، قفلت من عندهم ومن اوكرانيا ومن كله، والحمد لله قدرنا كذا. لكن احنا عندنا وبتجربتنا تعددنا، خدنا من فرنسا وخدنا من المانيا وخدنا من رومانيا وخدنا من طبعا روسيا واوكرانيا وكذا، وخدنا من امريكا، فتعدد وبلغاريا تعدد القنوات والاتفاقيات اللي احنا بنعملها وعملناها النهاردة، الحمد لله بطمن الناس يبقى عندنا استقرار محترم جدا في توريد الأقماح والحبوب بشكل عام. كان وزير التموين والتجارة دكتور علي المصلحي قد افتتح فعاليات الدورة 6 للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا، حيث كانت الوزارة قد نظمت في مايو الماضي احتفالا باليوم العالمي للمترولوجيا وهو علم القياس تحت عنوان دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي. استضافة المؤتمر دي بتبقى مؤتمرات علمية وفنية، فبتبقى مشكلة من مجموعة من اللجان الفنية سواء الجزء القانوني أو الجزء العلمي في الميتيرولوجي، والنهاردة هو النهائي أو انتهاء المؤتمر، وبالتالي هيقولوا التوصيات سواء من الناحية القانونية ومحاولة توحيد الإطار القانوني في هذا المقام الهام وهو علم القياس والمعايرة في كافة المجالات، ليس فقط في الأطوال وليس في المساحات وليس في الحجوم وليس في الأوزان وليس في كافة الكميات، ليس فقط في المواد الغذائية ولكن في كافة المواد، حتى طبعا قياس الكهرباء، قياس المية، قياس كل أنواع القياس. نحن في مقام هذا الموضوع، نقطة البداية الحقيقية هي توحيد الإطار القانوني، توحيد المعايير، توحيد طرق القياس المختلفة، محاولة التوجه في ذلك يضيف كثيرا إلى توحيد مفهوم الجودة ورفعها وفي نفس الوقت حماية المستهلك. بحث وزير قطاع الأعمال العامة الدكتور محمود عصمت مع رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصري للتداول ضمن البورصة السلعية، بما يسهم في تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن. ويأتي الاجتماع في إطار سياسة الدولة لدعم الإنتاج الزراعي والمزارعين وضمان تحقيق أقصى عائد من بيع المحاصيل الزراعية. وأشارت الوزارة إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة. أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي الحرص على الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في برنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة عبر فيديو كونفرنس بمشاركة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وعدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج. وقالت وزيرة الهجرة إن دعوتها لعقد الاجتماع يأتي انطلاقا من حرصها على تعريف مستثمرين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية.
تحت شعار العالم عالمين، تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الدولي بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمختلف مناطق مدينة العالمين الجديدة. ومن المقرر أن تنطلق العديد من الحفلات الفنية عطلة نهاية الأسبوع. وللاقتراب أكثر حول هذه الفعاليات التي يشهدها المهرجان الدولي، ينضم إلينا مباشرة من العالمين الجديدة مراسل أخبار مصر محمد الخطيب. محمد، بعد التحية، أطلعنا على برنامج الفعاليات المقامة، وماذا عن الحفلات الفنية والمقرر إقامتها في عطلة نهاية الأسبوع مع تواصل فعاليات المهرجان في شتى أنحاء المدينة الجديدة؟ نعم، تحياتي لك في البداية ولجميع مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل يعني ما زالت الفعاليات مستمرة في جميع أنحاء مدينة العالمين والتي تأتي على هامش مهرجان العالمين الدولي. يمكن فيما يخص أجندة العمل أو أجندة الحفلات، فالحفلات هي مستمرة على مدار الأسبوع. يمكن أيام عطلة الخميس والجمعة والسبت هي الأيام التي تنطلق معها الحفلات والسهرات الفنية. يمكن غدا بإذن الله سوف يكون هناك حفلة للموسيقار الكبير عمر خيرت، وهناك حالة من الانتعاشة السياحية والعديد من الزائرين في مدينة العالمين لحضور هذه الاحتفالات. ليس فقط الاحتفالات الفنية وحدها هي المسيطرة في مهرجان العالمين، ولكن العديد أيضا من المعارض الموجودة على هامش المهرجان. نتحدث يعني بعد قليل سوف ينطلق معرض ديارنا للحرف اليدوية والتي ستقيمه وزارة التضامن الاجتماعي. هذا المعرض الذي يأتي في نسخته الثامنة بالتحديد في مدينة العالمين في الساحل الشمالي، ليحدث رواجا سياحيا ثقافيا تراثيا بعرض المنتجات السياحية والمنتجات التراثية الموجودة في مدينة العالمين. ولكن يعني إذا تحدثنا عن مهرجان العالمين وما يعني ومكاسبه الاقتصادية الذي حققها خلال فترة تواجده في المدينة، هناك العديد من المنشآت الفندقية التي وصلت فيها نسبة الإشغال إلى أكثر من 80% في جميع مدينة العالمين. يعني لو نقترب أكثر من هذا الشأن بالتحديد، معي ومعكم على الهواء مباشرة الأستاذ محمد عمارة، وهو مدير إحدى المنشآت الفندقية داخل مدينة العالمين. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك، شرفنا على شاشة التلفزيون المصري. وخلينا نتكلم على جزئية يعني مهرجان العالمين وارتفاع النسب الإشغال في الفنادق الموجودة. مهرجان العالمين عمل تطور جامد قوي في مدينة العالمين. أنا عند الأقبال بقى 100% دلوقتي حاليا. الإشغال عندي بقى 100% معدي. العرب كلهم دلوقتي بقوا عندي زائرين داخلين عندي، والجنسيات الاخرى كلها موجوده. لا، في رواج كبير قوي حصل الفتره دي، حاجه ما كناش نتصورها ونتخيلها بصراحه. عايز اتكلم على مدينه العالمين والتطورات اللي حصلت فيها، سواء بقى على الطرق والمنشات الفندقيه وكل الخدمات اللي موجوده، علشان اي زائر يجي يبقى لاقي كل الخدمات بتاعته. مدينة العالمين الجديدة في تطورات كبيرة حصلت في الطريق كله، من أول القاهرة وانت جاي أو من أي مدينة وانت جاي للعالمين. كباري الطرق بقت سهلة جدا، حركة المرور بقت عالية جدا، الإضاءة، المستويات، معارض كتير. بدأ في نسبة تشغيل 99% أول مرة تحصل من ساعة ما بدأنا من 2003-2004. عايز اتكلم على اقامه المعارض الموجوده. احنا النهارده عندنا يعني بعد قليل انطلاق معرض ديارنا، ده ازاي بيعمل برضو رواج سياحي في العالمين وخصوصا في مارينا؟ معرض ديارنا دي طفره جديده قوي في مارينا او في الساحل الشمالي عامه. بيجي لنا من كل دول العالم ان هو بيخش يشوف التراث بتاعنا والشغل الحرفي بتاعنا. لا، حاجه جميله جدا جدا، ما حصلتش واول مره تحصل عندنا. فبصراحه يعني انا عايز اشكر القيادات كلها في الموضوع ده. شكرا جدا. يعني زملائي في الاستوديو كما تابعتم، يعني هناك نسبه اشغال كبيره في مدينه العالمين. طبعا مهرجان العالمين له اثر يعني اقتصادي كبير، فضلا عن الاثر السياحي وما يقدمه من خدمات سياحيه في نسبه اشغال الفنادق، ايضا السهرات الفنيه، الفعاليات الرياضيه، الفعاليات الثقافيه. كل هذه الفعاليات وما يقدمه مهرجان العالمين أحدث حالة من الحراك السياحي والحراك الثقافي في مدينة العالمين الجديدة، طبعا بخلاف ما قدمته الدولة لتطوير مدينة العالمين والعمران والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه. كل هذا التطور جعل من مدينة العالمين الجديدة واحدة من أكبر المناطق السياحية جذبا للسياحة، ليس فقط في مصر ولكن في جميع دول العالم. إليك.
التركيز بدي. نعم، أشكر محمد الخطيب مراسل أخبار مصر متحدثا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك. نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي المؤتمر الأول للأورام، وذلك في إطار تدريب الأطباء الشبان. تم خلال المؤتمر استعراض أحدث المستجدات للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والاكتشاف المبكر لأورام الثدي ودور الهيئة في علاج الأورام والكشف عن أحدث التقنيات الحديثة للعلاج. في إطار التعليم الطبي المستمر وتدريب الأطباء الشبان، جاء المؤتمر الأول لعلاج الأورام للهيئة العامة للتأمين الصحي لطرح أحدث الأبحاث البروتوكولات العلاجية للأورام وكيفية التشخيص المبكر لها، مما يسهم في تحقيق معدلات شفاء عالية لتلك الأمراض، ودور مركز الأورام للتأمين الصحي في تقديم خدمات علاجية متميزة للمنتفعين. لازم كل سنة في جديد، خاصة بقى في الأورام دايما في أنواع علاج جديد، في طرق تشخيص جديدة، فده يهمنا جدا إن احنا نبقى على طول متفقين ومتوافقين مع العالم، خاصة في مبادرات الرئاسية للنهوض بصحة المرأة ونهوض يعني المصريين عامة، فمهم جدا إن احنا نكون حاطين نفسنا على خريطة صحية مناسبة وملائمة لمصر. عندنا الخدمات المقدمة داخل المركز جميع خدمات الأورام من علاج إشعاعي وعلاج كيماوي وهرموني ومناعي وموجه، عندنا خدمات الأشعة التشخيصية والأشعة العلاجية والخدمات العلاجية اللي موجودة عندنا، بالإضافة للمسح الذري الموجود عندنا داخل المركز، ورعاية مركزة ورعاية جراحية ما بعد العمليات. في بروتوكولات علاج كتيرة دلوقتي ابتدت تدخل، في علاجات الموجهة، العلاجات الجينية، العلاجات المناعية، ده بيحسن من العلاج، فبالتالي بيحسن من صحة المواطن المصري. في خطة قومية ماشية بالتدريب، وهيئة التأمين الصحي مشكورة النهاردة بمؤتمر الأول لأمراض الأورام، النهاردة تجمع لأساتذة الجامعات المصرية المختلفة وتناسق وتبادل الفكر العلمي لتدريب شباب الأطباء. كما تم خلال المؤتمر استعراض المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر لأورام الثدي وصحة المرأة، والذي أسهم في علاج عشرات الآلاف من السيدات ووقايتهم من المرض ومضاعفاته. أنا مبادرة السيد الرئيس الجمهورية لكشف مبكر وعلاج الأورام، مبادرة بدأت 11/6، بدأ في 9 محافظات، وإن شاء الله في خلال السنة دي هتبقى في جمهورية مصر العربية كلها كشف دوري عن الأورام، وده طبعا بيشيل حمل كبير جدا عن المواطنين. كشف الدوري ده بيبقى جنبهم كشف سهل، بيتعمل استبيان الأول يقول أنت محتاج تكشف ولا لأ، وبعد كده كل حاجة بتتعمل فيها مجاني، ولا قدر الله لو في مرض بيتم تشخيصه وعلاجه برضه مجانا تماما بأحدث بروتوكولات العالمية، زي ما احنا تعلمنا في مبادرة صحة المرأة اللي هي مسؤولة عن سرطان الثدي. في حوالي 4500 مركز صحي على مستوى مصر بنعمل فيهم كشف مبكر، بتحول لحوالي 54 مركز متطور سواء في التأمين الصحي أو في وزارة الصحة أو في الجامعات أو المعاهد للعلاج، وبنتبع كل قواعد العلاج الطبية الحديثة، وبالتالي بنتمكن من تحقيق نسبة شفاء تكاد تصل 90% 95% في الحالات اللي بيتم الكشف مبكرا. لغايه دلوقتي تم الكشف حوالي 20 مليون سيده، المساعده في 38 مليون، الناس يروحوا المراكز بسرعه عشان كل ما اكتشف المرض مبكر كل ما يكون نتيجه العلاج احسن بكتير. على الرغم من استعراض بروتوكولات علاجية مستحدثة لعلاج الأورام، إلا أن الاكتشاف المبكر للأورام من خلال المبادرة الرئاسية تعد الحل الأمثل للمواجهة. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وعودة إلى الملف الأبرز في نشرتنا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير للاطلاع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي
أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض كذلك مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتعاون المتنامي مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي. المصرية إقليميا ودوليا. رئيس مجلس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspiro.eg. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.